نورهان، الو، اهلا بيك يا نورهان، ازيك؟ ازي حضرتك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله، اتفضلي. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال حضرتك. انا متجوزه بقالي 3 سنين، ما شاء الله. ومن يوم ما اتجوزت وانا في مشاكل كبيره مع جوزي. ايوه. جوزي يعني هو دخل في فتره خطوبتي، يعني كان فتره انا والدي متوفي، الله يرحمه. كان فتره تعب والدي، فيعني كان بيتظاهر ان هو يعني الاب المثالي ليا بعد وفاه والدي، لكن بعد الجواز اتغير والحال اتبدل وما بقاش هو، بقى بيكذب، بقى بيخبي، بقى بيداري، يعني بقى بني ادم غير البني ادم اللي دخل حياتي وانا اعرفه. وفتره في اول سنه جواز انا زعلت وقعدت عند بيت والدي 6 شهور، حصل مشاكل وخلافات كبيره. انا اكتشفت في فتره الزعل دي، يعني عرفت عنه ولاوي واديته فرصه ورجعت. في الفتره اللي انا رجعت فيها دي بعد ما زعلت، انا كان في خلافات بيني وبين اهله، ما كنتش بكلمهم، وعملوا مشاكل تاني في حياتي وخلوني زعلت تاني. المشاكل دي كانت من وراهم. خلفتي؟ وقعدت ايه؟ خلفتي؟ لا، ما خلفتش لحد الان. انتي منعه وقعدت، ولا هي جت من ربنا، عند ربنا كده؟ لا، ما انا هقول لحضرتك السبب. قعدت 3 شهور تاني زعلانه، هو عمل المستحيل برضه علشان يرجعني، ورجعت اديته فرصه تانيه، وانا حاليا زعلانه تاني وبرضه بنفس السبب. يعني سبب ايه يا فندم؟ ايه السبب؟ بنفس ان هو بيكذب عليا كتير، واكتشفت ان هو ما بيخلفش وحاطط العيب عندي انا. انت كذا اتاكدت مره من كده يعني؟ اتاكدتي؟ رحتوا كشفتوا يعني وعرفتي؟ رحنا انا وهو، رحنا لدكتور في القاهره وعرفتي يعني. طيب السؤال ايه بقى؟ وعرفت. قولي لي يا نورهان السؤال ايه؟ كنت عايزه اقول لحضرتك، هل كده يصح ان انا ارجع له تاني بعد ما هو طلع ان هو ما بيخلفش وبيكذب عليا وظلموني؟ كلهم ظلموني وانا مش مسامحه اي حد فيهم، طيب انت عايزه وبتمنى ترجعي، انت عايزه تاخدي القرار بانك تنفصلي؟ لان هم بصراحه انا شفت منهم كتير غلبوني وتعبوني، وانا كنت عايزه اعيش. انت ساكنه يعلم في بيت عيله يا ربنا. فندم؟ بيت عيله ولا منفصله ولا بيت شقه؟ عيله، بيت عيله، بس انا كان ليا شقتي فوق، بس برضو كنا مختلطين مع بعض في اول فتره جواز. ليه اخوات لكن متجوزين؟ ليه 4 بنات متجوزين وفي ولد لسه مش متجوز. طيب يعني ماشي. احنا دلوقتي السبب مش بس ان انت مش بتخلفي او هو ما بيخلفش، ان هو يعني حاجات كتير قوي. حاجات كتير، في كذب ونصب وحاجات كتير جدا يعني. نصب. وكمان فوق كل نصب ده دي. ان هو ما بيخلفش وكان مخبي عليا وكان رامي الحمل عندي. طيب. رحنا لكذا دكتور واتنين بالتحاليل، تمام. انا تحاليلي طيب تمام. فانت عايزه تمشي، عايزه تطلقي. انا حاليا عند بيت والدي برضو زعلانه تالت مره. تمام، عايزه بقى تطلقي خلاص، صح؟ عايزه اتطلق، فهل انا كده ابقى ظلماه؟ طيب حاضر، هنرد عليكي بس بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. نورهان قبل الفاصل بتسال حضرتك، بعد 3 سنين من الكذب والنصب وكذا وكذا، وبرضو هو ادعى عليها ان هي اللي ما بتخلفش وهو ما بيخلفش، هل هتبقى ظلمته لو طلبت الطلاق؟ لا يا فندم، بس احنا سمعنا من طرف واحد. واحد دايما احنا متعودين على حضرتك، طبعا اذا جاءك احد الخصمين عينه مفقوعه، عينه مخلوعه وبيبكي، اوعى يغرك ويضحك عليك. مش سوء ظن، ولكن اسلامنا قال اسمع من ايه؟ من الطرفين، ويفضل وجها لوجه، فلعل الاخر الذي لم تره عيناه ايه؟ مفقوعتان. فعلى ما سمعنا من نورهان او اللي شبه من نورهان، اللي حل اللي اباح الزواج هو نفس الطريق او نفس الشرع اللي حدد الطلاق. الطلاق له اسباب، طالما انت مقتنعه استخدي ربنا ومن باب وشاورهم في الامر، وطالما ان هو انسان خادع وانسان كاذب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له المؤمن يا رسول الله ممكن يكون بخيل؟ قال طب ممكن يكون المؤمن جبان؟ قال ايوه. طب ممكن المؤمن يكذب؟ قال لا. ودايما الراجل اللي يكذب او الست اللي تكذب ايدك منهم وايه؟ والارض. وطالما ان هو ادي موضوع الكذب او الخداع زي ما سمعنا من حضرتك، الاسلام بيخيرك يا بنت تكملي معاه او تنفصلي، بس ما تاخديش القرار بعجل، خد القرار بايه؟ بهدوء. ادي واحد. اتنين، وما تسمعيش كلام المجتمع الظالم. هتطلقي؟ ما عندناش حد بيتطلق، هتفضحينا في المجتمع، هيقولوا بنت فلان اتطلقت. الله، ليه؟ هو عيب؟
ده حلال، ادي واحد. الثانيه موضوع ان هو يخدعك في موضوع الخلفه، ده خداع وده كذب، والاسلام يعطيك الحريه سواء راجل مراته ما بتخلفش او سواء زوجه زوجها ما بي ايه بيخلف. ما بيخلفش. الاسلام اعطاك الحريه، هتكملي معاه على نفس الموضوع ده وانت راضيه بما قسمه الله لك خير وبركه. لا ده انا نفسي في حته ولد وحته عيل، عندنا دلوقتي حقن مجهري وعندنا الطب تقدم، عرفت ما عرفتش، طب انا نفسي ابقى ام او هو نفسه يبقى اب. حقك ان انت تتطلقي وتتجوزي عشان تخلفي، وحقه ان هو برضه يطلق ويتجوز او يجيب واحده مع حضرتك عشان ربنا يرزقه، لا حرج في هذا.